الأزهر يمهل موظفيه 15 يوما للتبرؤ رسميا من الإخوان وكيانات التحريض. معاكم 15 يوم عشان تبلغوا عن زمايلكم. الإعلام البلجيكي قناة السويس الجديدة ضربت معلم من السيسي. مش معقولة يعني قالوا ضربت معلم، أكيد قالوا ضغبت معلم. لازم يكون في مصداقية ومهنية في نقل الخبر. الإيكونومست هدية مصر إلى العالم. طبعا ناس كتير زاطوا على أغلفة المجلات والجرايد العالمية مقروش اللي مكتوب بحروف صغيرة، وإن الغلاف ده إعلان مدفوع موجود على عدد محدود من النسخ بالترتيب مع الناشر، وإن نشر الغلاف لا يعني تأييد المحتوى. تفتكروا اتصرف كام على الإعلانات دي؟ جريدة المسا وبقينا قد الدنيا. الجريدة الرسمية تنشر قرار مد مهمة القوات المشاركة في اليمن 6 أشهر. ما شاء الله، واحنا عندنا قوات في اليمن؟ لا، وكمان بيتمدلها. يا ترى أولادنا في اليمن بيعملوا إيه؟ الإصلاح التشريعي تستثني هيئة قناة السويس من المناطق التي تدخل في حظر التملك. طبعا الناس هتزايد في الزيطة ويقولوا امال كنتوا بتقولوا مرسي هيبيع القناة؟ مش فاهمين، ده لعب على كبير، خطة يعني مش أي كلام. احنا نبيع القناة وناخد على قلوبنا فلوس قد كده اهو، وبعدين نرجع نأممها، وبعدين نبيعها تاني وهكذا. يعني تتجوزي الراجل من دول تتلككيله ويطلعك بالسلامة تاخدي شقته واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. بلومبرج: مصر تتباهى بتوسعة لقناة السويس تكلفت 8 مليار دولار والتي قد لا يحتاجها العالم. مش مهم. بص، انا عارف اني لو قعدت اجيب لك لينكات من هنا للسنة الجاية مليانة ارقام بيقولها خبراء بتثبت ان المشروع ده ملوش اي قيمة ولا فايدة وتضيع فلوس في الهواء، كل ده مش هيفرق معاك، وانا شايف ان معاك حق الصراحة. الارقام على الورق ملهاش اي معنى ولا قيمة، لكن اللي مفيش خلاف عليه اللي عينك شايفة. اقفل التلفزيون وبطل تقرا جرايد وامشي في الشارع وقول لي شايف ايه. بص حواليك كويس وقول لي شايف ايه. ها، استفدت حاجة من المشروع؟ طب شايف الناس حواليك حالها بيتحسن ولا بيسوء؟ شايف الاقتصاد بيتحسن ولا بيسوء؟ طب سيبك من الاقتصاد، شايف الاسعار بتغلى ولا بتقل؟ بتشتري كيلو الطماطم بكام؟ طب شايف ان في امل بالوضع الحالي انها تقل قريب او حتى على المدى البعيد؟ صدق اللي عينك شايفاه وسيبك من الارقام. اما عن فرحة مصر والمصريين، مش هقول لك في بطالة قد ايه واطفال شوارع قد ايه وقمع قد ايه الى اخره الى اخره الاخر. انت عارف كويس في ايه، وانت عارف كويس اذا كانت مصر كائن حي وله مشاعر وبتفرح وبتزعل امتى فعلا هتكون بتفرح، لان الكهارب واليفط اللي معموله غصب بامر البلدية في الشوارع ما هياش فرح. تحدي رقصة بلدي بين رجل وسيدة في احتفالية تيار الاستقلال بافتتاح قناة السويس. عمك نيوتن قال لك ايه؟ لكل فعل رأس فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاهتزاز. انتخابات يعني رأس، استفتاء يعني رأس، احتفالات يعني رأس، ذكرى اي حاجة يعني رأس. والراجل ما صدق، حد يلاقي واحدة بترقص ما يرقص معاها؟ هنا في اوضتك انا وانت لوحدينا طول الليل يا انسة. الحقيقة مش عارف اقول لك ايه يا انسة. صباح للشروق سألبي دعوة حضور افتتاح قناة السويس والفرح اصبح شحيحا في مصر. سيبنا الحسين دهاني قمت لبيت. أوباما: لا شراكة كاملة مع مصر إلا بديمقراطية دائمة دون عنف. غيران طبعا، عشان عندنا قناتين وهم لا. وزير الاتصالات: مشروع قناة السويس إنجاز يعجز العالم عن وصفه. ومن ناحية عجزين، هم عجزين الصراحة، يعني مش بعيد يكونوا تشلوا. علي جمعة عن السيسي: عصيانه يعتبر عصيانا لله ورسوله. يا بيه خلاص، عارف والله العظيم عرفنا انت ايه، خلاص مش كل ساعة وتانية تصريح، عرفنا حضرتك. كفاية كفاية كفاية. السيسي يقابل الله مرتين في الشهر. قلتوا لي تجار الدين واخد من كام السنة دي؟ احد ابطال قناة السويس الجديدة الملكة كانت بتشتغل معانا بالليل في حفر القناة. وبالليل بالذات الشغل كان بالليل اكن في ملائكه. ازاي الجو في ملائكه؟ الجو يعني بيبقى حلو يعني وكده، جو حلو وتلاقي الشغل ريحه حلوه كده والعربيات كتيره، النفسيه بتكون مستريحه والمعدات شغاله مرتاحه وانت شغال مرتاح. ممكن كنت بالنهار ارفع 3000 متر او 4000 متر، ده اللودر الواحد. بالليل ممكن يرفع 6. كان في ملائكه شغالين معانا. الملائكه بتحفر بالليل، طب والصبح بيبنوا سد النهضه؟ عموما احنا يعني بجد تعبين الملائكه معانا. شكرا للملائكه وتحيه للملائكه. ممكن نوجه التحيه للملائكه كلهم اللي موجودين معانا. صحيح مميش: بكيت وشعرت بالملائكة تسير حولنا أثناء عبور القناة الجديدة. والملائكة ما عندهمش حد غيرنا؟ الشرام غيرنا مركزين معنا زيادة عن اللزوم، مش كده برضو؟ طب حضرتك شفت الكرنيهات بتاعتهم؟ متأكد ان هم ملائكة؟ وزير الاستثمار: قناة السويس الجديدة ثالث مشروع قومي بمصر بعد الأهرامات والسد العالي. الأهرامات مشروع قومي؟ بناء مدفن للملك كان مشروع قومي؟ مجند بالجيش يطلق على مولودته قناة تفاؤلا بافتتاح قناة السويس الجديدة. تخيلوا كده لو المجند ده اسمه فلوق.
مدير التحركات بقناة السويس، نأمل بزيادة عدد السفن بعد ازدواج القناة. وانا عايز مصر تكسب في كأس العالم. عادي، كل طموحات وأمان. نأمل، قالك نأمل. نفهم من كده ان ما كانش فيه دراسات جدوى لا سمح الله يعني. لا، قالك وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة اصبحت جزء من قناة السويس الأساسية. سبحان الله، هي جزء بس مش تفريع. المهم ان محدش يقول تفريع عشان يعني بتزعلهم كلمة تفريع دي. الجميل بقى ان في الاول كان المشروع هيضاعف عدد السفن ويدخل 100 مليار، بعدين نزلوا ل 60 مليار، بعدين قال لك ما تنتظروش حاجة دلوقتي، دي خطوة من 1000 خطوة. النهاردة نأمل ان العدد يزيد. حيث كده بقى يعني ربك يبعت. انت حضرتك بس تفتح القناة بدري وتشغل القرآن كده وترش مية وربك هيرزق ان شاء الله كده بكام سفينة حلوين ان شاء الله يعني. زعيم كوريا الشمالية يقبل دعوة السيسي لحضور حفل القناة الجديدة. وهنا سؤال بيطرح نفسه، يا ترى في اي دولة في العالم دعت رئيس كوريا الشمالية ده لأي حاجة قبل كده؟ في حد طيب قبل كده عزمه على كوباية شاي حتى؟ مصدر امني تصفية 4 من المتورطين بقتل الطفلة جيسي ابنة ضابط الفيوم. مرحبا بكم في دولة القانون. مواطنين بيتم اغتيالهم وتمثيل بجثثهم من غير تحقيقات ولا محاكمات ولا اي حاجه من الكلام الفارغ ده طبعا. المخيف انهم المره دي حتى ما اهتموش يحطوا جنبهم اسلحه قبل ما يصوروهم، وان في واحد من القتلى دراعه مقطوعه. اول ايام الثوره واحد من الاخوان كان راجل كبير في السن قال لي ما تفرحش باللي انت شايفه ده، احنا متوقعين انها مساله وقت وهيقتلونا بالرصاص في الشوارع. يوم انا قلت الراجل ده بسبب يعني سنين من التضييق الامني وكده بقى عنده هسس، لكن سبحان الله تدور الايام ويطلع هو كان فاهم كويس بيتكلم عن ايه. لا لا انت مش فاهم. بص انت قلت لي كلمه خطيره، قلت لي الاخوان هم اللي هيحكموا. وبقول لك ان الاخوان دول هيتعمل فيهم اللي ما اتعملش في كام سنه اللي جايين. هيتدبحوا، هتطلع من الشات تدبحوا في بيوتهم، هتخش عليهم بيوتهم يدبحوهم في سرايرهم وقالوا مش عارفين ده مين. ومصر عامل كده، ومصر هيعود فيها بقى ارهاب وما حدش عارف مصدره ايه. يقول لك طب احنا ما انتوا زعلانين، ما انتوا قلتوا بلاش القوانين، ما انتوا قلتوا نلغي امن الدوله. اللي هيتكلم هيتقطع رقبته في سريره. مصر تسمح للقوات الإسرائيلية بدخول سيناء والقبض على المهاجرين غير الشرعيين وفقا لصحف إسرائيلية وسعودية. احنا نعمل لهم معسكر دائم بمستوطنة صغيرة كده جنبه في سيناء احسن، يعني ما دام قلعنا البنطلون خالص يعني. القبض على شاب يرتدي زي أرنب بميدان التحرير اثناء مشاركته المواطنين الاحتفالات بقناة السويس. وده إرهابي خطير، أغروب الدباديب اللي كانوا حاطينها في الميدان عشان يستدرجوه للتحرير. والد الطفل رافال، السيسي جاب 3 في السماء وانا جبت الرابعة على الأرض. جاب 3 في السماء، كبار. عموما بالرفال والبنين ان شاء الله. والان مع حفل افتتاح ترقى نتريعة السويس الجديدة، اضطريت اتفرج على 6 ساعات بحالهم من ولا حاجة. والبداية من لحظة صعود الرئيس للمحروسة وصوت الرئيس بيسأل حد، ما مفيش حد غيرك؟ مفيش حد غيرك. وبعدها ظهر الرئيس على ظهر المحروسة ببدلة عسكرية ذات طابع مصري اصيل شبه الصالون المذهب كده. وبدأ الرئيس يحيي الجماهير بحركة غريبة أشبه بالتشنج. في ناس قالوا هو فين الجماهير اللي بيحييها دي؟ مفيش غير صحراء. ودي ملاحظة ذكية جدا. أحد الخبراء علق على السؤال ده وقال إن الرئيس كان بيحيي الملائكة اللي شاركت في حفر القناة وكانت محوطاهم. رأي كنت شايفه منطقي نوعا ما، لغاية ما الرئيس بدأ يعمل الحركة دي. قلت لا مش معقولة يكونوا ملائكة. عيب. بعد كده بدأت نمرة الرئيس الإنسان الذي يهشك النونة اللي بيعملها كل الرؤساء المحبوبين من أول هتلر مرورا بماو تسي تونغ لغاية كيم جونغ أون. واحد من الحراس رمى للرئيس الطفل اللي هيقوم بالنمرة واللي جايبينه معاهم على المحروسة مخصوص عشان النمرة دي. وبنشوف سوا الرئيس وهو بيحاول يلعب معاه بالعالم، ولكن الطفل استعيل ومرضيش يدهوله. وطبعا في مناسبة زي دي ما يفوتناش جو الفراعنة بقى، لكن عندنا إشكالية الحقيقة، إن المصريين بيبقوا متخيلين إن هما لما بيلبسوا فراعنة بيبقى شكلهم كده، لكنهم في الواقع بيبقوا شبه آلهة المخبرين عند قدماء المصريين. واختيار أغنية صفاء بالصعود في الخلفية كان اختيار موفق الصراحة يعني. بعد كده لقطة التايتانيك طبعا، بعد كده الفيلم التسجيل القصير اللي بيتكلم على ان دي قناة جديدة كل حاجة فيها جديدة وكل حاجة فيها مصرية، بالرغم من وجود شركة هولندية كانت بتحفر واخدين على قلوبهم فلوس قد كده، ولولاهم ما كانش المشروع تم لان هم الوحيدين اللي وافقوا وشركات تانية كتير انسحبت من المشروع اصلا. وطبعا لازم مودلز يمثلوا ان هم من الشعب مع انهم مش شبه الشعب خالص. ثم الوعد بالفنكوش اللي جاي، ثم الزغلول الكبير بقى، خطاب الرئيس. ان مصر عبر 7000 سنة قدمت قيم ومبادئ وأخلاقيات تناغمت مع الرسالات والأديان السماوية ولم تتقاطع معها.
مصر بقى لها 7000 سنه بتقدم قيم واخلاقيات للعالم، وسؤال الحلقه هو اذكر قيمه واحده بس منهم. الواقع بيقول ان الحضاره المصريه القديمه في كل ادبيات العالم هتلاقيها رمز للطغيان، لم تقدم اي شيء للعالم. كل مظاهر التقدم والعلوم اللي وصلها المصريين القدماء كان هدفها تحقيق الرفاهيه للحاكم فقط مش للشعب، عشان كده كانت كل العلوم دي اسرار كهنوتيه ماتت مع المصريين القدماء واندثرت باندثارهم ومحدش استفاد منها اي حاجه. عشان كده افضل وادق وصف للي حصل لهم هو وصف القران ليهم في قوله تعالى في سوره الدخان: فما بكت عليهم السماء والارض، لانهم ما اضافوش اي حاجه للبشريه. يعني وانا هنا بستشهد بقيه القران مش عشان بعالج المساله من منظور ديني، ولكن لان فيما يتعلق بتاريخ المصريين القدماء تحديدا قدامي اختيار من اتنين: اما اني اصدق حكم الله سبحانه وتعالى فيهم، او اصدق كلام زاهي حواس عنهم. وده يدفعنا لسؤال تاني، هو ليه الرئيس بيتكلم عن 7000 سنه قيم واخلاقيات وتناغم مع الدين؟ هنعرف كمان شويه. انا لما بتكلم وبخرج عن السياق انا بكلم الشعب المصري، كل المصريين، مش مفكريه ومثقفيه وعلماء فقط، انا بكلم غالبيه مواطنين مصر. ويمكن يختلف معايا كثيرين، انت بتوجه كلامك لهم، هم عندي لهم الأولوية الكاملة، المصريين. يا ترى مين المصريين اللي بيكلمهم الرئيس؟ دول الرئيس بيكلم المخزون الاستراتيجي اللي في البلد من الأمية والجهل والفقر والجبن. ليه مخزون استراتيجي؟ لأن دول هم الظهر والسند لأي مستبد. اللي تشاور لهم بجزرة يجروا عليها، تشاور لهم بعصاية يهربوا منها. المخزون الاستراتيجي ده مطلوب الحفاظ عليه، ومطلوب محاربة أي حد يحاول يرتقي بفكر ووعي الناس، ومطلوب الحفاظ على حالة الفقر والضنك اللي أغلب الشعب عايش فيها. الشعب اللي بالوصف ده عمره ما يسعى لإحداث أي تغيير ولا لانه يرتقي بحياته. مش مصدقين الكلام ده؟ راجعوا فيديوهات 25 يناير، شوفوا الوشوش اللي كانت موجوده فيها، وشوفوا الوشوش اللي بتشوفوها النهارده في كل مولد من موالد الدوله. ولكن عموما انا هنا بسال سياده الرئيس، المصريين اللي حضرتك بتكلمهم دول ليه ما فيش حد منهم موجود في الاحتفال؟ وليه لما جيتوا تختاروا اطفال يغنوا في الكورال جبتوهم من ارقى المدارس الخاصه ونقيتوهم على الفرازه كالعاده، ما جبتوش اولاد المصريين اللي في مدارس الحكومه؟ وليه لما عملتوا اعلانات وبروموهات عن القناه جبتوا موديلز وممثلين ما هماش شبه المصريين اللي حضرتك تتكلمهم؟ ثم ينتقل الرئيس للحديث عن الإرهاب بنفس الطريقة بتاعة الطالب اللي كل ما ينطلب منه يكتب موضوع تعبير عن موضوع معين يوم قلبه ويطلع موضوع التعبير عن الجمل. مصر مش مقدمت فقط خلال هذا العام أو العامين الأخرانيين على وجه التحديد فقط المشروع ده، لا، هيذكر التاريخ لمصر أنها تصدت وجبهت أخطر فكر متطرف إرهابي لو تمكن من الأرض لحرق الأرض. هنا نفهم ليه الكلام عن القيم والأخلاق الدين في الاول، عشان نظهر ان احنا الفريق الطيب، احنا رعاة الخير في الدنيا، وان احنا بنقتل الناس في بلدنا هنا مش عشاننا، ده عشان خير الانسانية. مصر تصدت وجبهت اخطر فكر متطرف لو تمكن من الارض لحرق الارض. يا ترى هو مين اللي حرق الارض باللي فيها عشان يتمكن؟ المصريين هم اللي تصدوا لهذا الفكر. المصريين هم اللي تصدوا له ازاي؟ بانهم انتخبوا رئيس منهم. طب نفتح الميادين كده شويه ونطلق الحريه للناس شويه ونخرج المعتقلين السياسيين ونشوف هيتصدوا له تاني ازاي. هيذكر التاريخ لمصر ان هي اللي تصدت لده بازهرها وعلمائها لتجديد الخطاب الديني حتى يتناغم مع عصره ومحيطه. الازهر وتجديد الخطاب الديني ده على اساس ان الازهر له اي دور في حياه المصريين اصلا من سنين طويله، وان الناس بيسمعوا لعلماء الازهر مش علماء الخليج، وعلى اساس ان التعليم الازهري ما شاء الله زي الفل وما بتفكروش تلغوه ولا حاجه، وعلى اساس ان خطبه الجمعه الموحده في المساجد الاسبوع ده ما كانتش عن فضل القناه في الاسلام ولا عن التفريعه وسماحه الشريعه. قناة السويس الجديدة مش بس عمل هندسي، لا، ده في بعد جديد، في بعد كبير قوي من فضلكم لازم تتوقفوا قدامه. كان لابد ان المصريين يشعروا في خلال سنة ان هم يبقوا عندهم مزيد من الثقة ومزيد من الاطمئنان وعدم التشكك وعدم الاحباط. القناة مش بس عمل هندسي، ولكن فيها ملمح مهم: اعطاء الامل للمصريين من خلال الوهم. الهدف من كل الفلوس اللي بتترمي في الارض دي مش تحسين وضع البلد والمواطن، ولكن تزوير وعي المواطنين، لان اللي بيتصرف على البروباجندا اكتر باضعاف مضاعفه من اللي بيتصرف على التنميه. بالظبط زي عبد الناصر اللي هرى الشعب فناكيش، بس الفرق ان كان معاه فلوس اللي نهبها من الاقطاعيين وما كانش فيه اعلام حر يكشفه.
ومع مطلع الاحتفالات بالعيد العاشر للثورة عاشت جمهوريتنا أروع تجربة في تاريخها الحديث، عاشت تجربة دخولها الظافر عصر الفضاء. وشهد الرئيس جمال عبد الناصر قائد الثورة العربية المظفرة تجربة إطلاق الصواريخ العربية في قاعدة الصواريخ في قلب الصحراء. ثم الختام بالبشارة الكبرى، القناة الجديدة أول خطوة من 1000 خطوة. خطوة من 1000 خطوة، لسه الفناكيش جاية كتير، ما تعدوش في حياتك إن شاء الله يا ريس تعيش وتخطي. بام بارارام بام بام كات. برافو الفنكوش اللي بعده على رقم انا مزيد الناس اللي بعده. بعد كده كان في الجزء الثاني من الاحتفال بالليل، واللي كان عباره عن نفس الاسطمبه القديمه لما يكون في عندنا ضيوف اجانب، وان احنا بنطلع عمر خيرت من نيش. عمر خيرت فنان رائع طبعا، لكن ما عادش عنده جديد غير ان الارض تتشق ويطلع منها، ويبدو ان البلد بقالها 30 سنه ما عندهاش غيره. وطبعا اوبرا عايده اللي المصريين والري شخصيا بيبقوا قاعدين قدامها عاملين كده اهو. وبالمناسبة أوبرا عايدة لا مؤلفها مصري ولا ملحنها مصري ولا شخصية عايدة ذاتها مصرية ولا اللغة اللي بتتأدى بها بفهمها المصريين، والأوبرا بتحكي عن قصة خيانة قائد الجيش للملك. أظن الرئيس ما كانش يعرف الحتة دي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.